الإوزة التي تصطاد النجوم. وساعدني هدهد صديق لهم للوصول إلى أقرب طريق أعرفه. بعدما ودعتهم جميعاً لاحظت شخصاً يتبعني. كلما دخلت شارعاً كان يسير خلفي. حاول اصطيادي أكثر من مرة. أسرعت بخطواتي فأسرع هو الآخر، حتى بدأت أصطدم بالأشياء في طريقي من فرط سرعتي. فجأة هبطت علي طائرة ورقية ملونة اشتبكت بطرف جناحي. كانت كبيرة جدا، غطت جسدي بأكمله. حاولت التخلص منها لكن دون جدوى، وعندما نظرت من تحتها وجدت الشخص قد مر بجانبي دون أن يراني. اجتمع أطفال وخلصوني من الطائرة وأعطوني عصيراً وقطعة من الكاكاو، والطفل الصغير جداً مسح على رأسي ثم قرصني بهدوء وقال: لا تخرجي وحدك من البيت مرة أخرى. ضحكنا معاً وودعت أصدقائي الصغار. انطلقت في شارع طويل مليء بالأشجار، وعند نهايته وجدت البحيرة التي تقع قريتي على طرفها الآخر. لكن ثمة مشكلة، لقد حل الليل ولا أستطيع الذهاب الآن إلى أمي. حزنت كثيراً وجلست بجانب شجرة كبيرة. حاولت النوم أسفل جذعها المحاط بالحشائش الرقيقة فلم أستطع. وبينما أنا في حيرة من أمري تأملت السماء وضحكت على نفسي حين تذكرت أني أردت اصطياد النجوم. فجأة سمعت صوتاً رقيقاً ورأيت جسماً دائرياً مضيئاً ينزل شيئاً فشيئاً قربي. كان نجمة صغيرة نزلت لأجلي من السماء حتى لا أشعر بالوحدة. حدثتني بلطف عما أحتاج إليه وسألتني لماذا أريد اصطيادها، فخجلت ولم أنطق كلمة واحدة، لكنني استجمعت قواي أخيراً وقلت لها: أنا آسفة، كنت أظن أنني سأكون إوزة مميزة وسعيدة حين أصطادك. فابتسمت لي وقالت: أنت متميزة أصلاً بريشك الأبيض الجميل وأقدامك الرائعة وأصدقائك وأهلك وقريتك. فضحكنا معاً وقررت النجمة المبيت قربي في تلك الليلة. في الصباح لم أجد النجمة، فأكملت المسير باتجاه البحيرة. ظهرت لي الحقول من بعيد، رفرفت بجناحي، كنت سعيدة، وكان لابد من عبور هذا الحقل الكبير حتى أصل إلى الحظيرة. وكان هذا أول عبور لي لحقل كامل. استنشقت رائحة أمي وقريتي، ضحكت ضحكات متتالية، ورأيت أمي تركض باتجاهي ومعها كل أصدقائي وصديقاتي، وعم الفرح بقدوم أنحاء الحظيرة. في المساء خرجت أتأمل النجوم من سقف الحظيرة وأتذكر ما حدث لي، وإذا بي أسمع صوت أمي وإخوتي وصديقاتي الذين أعدوا لي احتفالاً جميلاً. ضحكنا معاً وكانت وجوههم وابتساماتهم مضيئة مثل النجوم الحقيقية في روحي وقلبي. النهاية.